تمشي للحبس حسب العصابة مصر صحابتي يا ديالك صحابتي يا ديالك حسك تحابتي يا ديالك حسب العصابة معصرة الخي وشريف شريف ونخي أشغل أخذ أنت أنا خذيتها بكتا حاجة دار استحقاق وبعض المواطنين صوتوا عليها المواطنين أصحبوا صاحبي تقي الله سبحانه وتعالى كما تقولون انا معاك انا معاك الى عندك هادشي نمشي وانا وانت عند امين العام نمشي وانا وانت عند امين العام كنت حتى لي شفناه حزب العصره والمعصره السي حاتم السي حاتم حزب العصره والمعصره عندهم نزيدوا نزيدوا حنا بغينا العام ما قدرناش ما قدرنا حتى واحد ما قدرنا حتى واحد ما قدرناش ما قدرناش حزب العصره والمعصره الشرفاء انت من الناس اللي تمسكنا على مستوى مقاطعه واحد شوف انا كنهضر على الحزب شوف لا بعيد الزحام شوف شوف حنا عندنا مؤسسات عندنا مؤسسات هادشي يقولوا في المؤسسه الحزبيه قولوا في المؤسسه الحزبيه ما بغيوش تقولوا ما تقولوا نبغيوش نبغيوش تقولوا دابا غادي نقول في المؤسسه لا لا ماشي شوف حنا حنا المشكل انا معاك انا معاك في حقك انا معاك رسالة وصلات الرسالة داعية اننا هذا شيء خطير خص المؤسسة الحزبية تفتح تحقيق اقسم لكم بالله ما عطيناش درهم في الانتخابات لا ما كاينش درهم بالله واذا ولات بتسعين عطينا مستعدين نستقلوا حنا مع اي مناضل كان متضرر حنا مع اي مناضل مرحوم مرحوم المرحوم سيد المنصف الرساله وصلت من المواطن الفاسي المواطن الفاسي عبارة عن رايه هذا شيء غير واحترام الرساله الرساله سيد المنصف شارين الرساله شارين شركيك شيء خطير اشرف المنسق عندنا هو ديال العصر المعصرة اشرف المنسق والله ما عطينا درهم في الانتخابات ولا تجبر عطينا شي درهم في الانتخابات نستقلوا من هذا المهر شيء خطير اللي كيتقال أطلبوا من السيد الأمين العام يفتح تحقيق في هذا الشيء مؤسسات حزبية عندنا أجهزة حزبية ممكن نقولها عندنا السيد الأمين العام نزيه عندنا السيد الأمين الإقليمي نزيه وشريف عشر مصطفى عندنا السادة النواب البرلمانيين السادة المستشارين راه ما عطاو تدريب كان يمكن نجيو من عباد يقولوا بأن عطينا باش كبير عطينا احنا من هذه المنابر كنطلبوا فتح تحقيق من السيد الأمين العام لأن هذا كلام خطير منشا الأناس ماشي كلام عبد العباد حنا تقدمنا الانتخابات ونقسم لكم برب العزة أننا ما عطينا درهم وإذا توفيت علينا أن خلصنا شي صوت أو عطينا شي وعد أو عطينا شي فلوس لشي منسق ولا شي أمين عندي شي حزب مستعدين تحاكموا ونمشيو للحبس حنا واللي يمشي اللي تعطى له الفلوس فما يجيش واحد من العباد ويبقى يهضر ويتبجح ويقول بأن حزب العصر المعصر هذا أيها جميع المستشارين بجميع المقاطعات وجميع المقاطعات وهذا الشيء خطير وخطير جدا وشكرا.